Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Kang Herman Adam. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Makkah menuju kota Jedah, yaitu tepatnya bandara baru yang berada di kota Jedah. Oke teman-teman, biar teman-teman tak ketinggalan dan tak penasaran, yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. شوف هذا يودي مسجد الحرم. شوف طريقنا. هذا تنعيم الحرم. تنعيم على طول. يودي الحرم على طول. مكة. Melewati Tempuh ada Madinah. Ada kedua Madinah. Tuh tarik Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Latul. Ada yang min exit. Tani mana irja dar rabi. Dar rabi ada. Irja tani mana kita irja tani mana dar rabi. Was? Allah tuh. Allah. 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 Ustaz Muhammad Saleh Basarahil. فين هذا مقام؟ في المحل هنا قريب. في المحل منطقة هذه. منطقة هذه. منطقة هذه. منطقة هذه في ممكن كم كيلومتر من هنا؟ يمكن مكة هي داخل مكة بس هي طريق المدينة هنا قالوا في الطريق هذه في النورية هنا. بس فين أنا متذكر أنا قالوا أمي آمنة بنت وهب. أم الرسول صلى الله عليه وسلم. أم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماتت هنا كمان ماتت هنا. قبل التفتيش يعني محلها إله هذا؟ إيه محلها. تفتيش لا تفتيش نورية. يوم ثاني عبي 60 يوم ثاني يخلص بنزين هذا ما يخلي فاهم بس الانسان مره يصرف بنزين كثير عشان هذا البنزين غالي لازم سياره صغيره يبغى لك ايوه عشان انا اروح حرم واروح بيت قريب افضل لي سياره صغيره يارس تايوتا يعني صح. ما يصرف بنزين صح يعني عبي تانكي كله 60 70 عبي فل ما يقعد معك اسبوع كامل صح. ما يمشي ما يصرف هذا يصرف والله يصرف كل يوم عبي 60 ريال 60 ريال صح 60 ريال عبي كل شوي 60 ريال اصلا هذا الماكينه كابير 6 سلندر صح ها 8
تمانية سلندر موسيتا ايوه تمانية سلندر الحين غالي قريب لي هناك صح قريب الواحد لتر واحد قريب لي هناك هذا يصرف بنزين والله مره هذا انا خلاص السيارة دي بوقف ما ابغى سيارة ابغى سيارة صغيرة والله ما ينفع صح في الطريق من هنا ودي عن الرياض يمين رياض روح الطائف طيب رياض يمين ايوه هذا جموم الجموم ايوه الجموم ما شاء الله هذا مكتب الجموم منطقة ايش هذا؟ جموم اسمه جموم صح؟ وادي يقولوا اول وادي فاطمة اسمه وادي فاطمة وادي فاطمة اولية هذا معروف اول بس حطوه الجموم دحين وادي فاطمة اول وادي فاطمة فاطمة عارف ايش يقرا؟ هذه عين زبيدة كان يجيب مويه من الحج اول ما جينا ما شاء الله اول كان يجيبه من هنا من هارون الرشيد نعم اسمه عين زبيدة جابوا مويه من هنا من الجموم الحج حج يودوا الحج حجاج سبحان الله ما شاء الله في طريق اول قديم يعني حاطينه قبل لا نجي نحن 100 سنة او 200 سنة تقريبا تقريبا جاي يجيب مويه من هنا من وادي فاطمة عين زبيدة مرة هارون الرشيد هي جابت المويه حجاج اجر حتى الان في اثر عين زبيدة حتى الان الله يستر ايوه ده نشوف كله كاميرا كل ما تمشي كاميرات كل ما تمشي اسمه منطقة برزة هذا اسمه منطقة برزة ورا جموم ورا وادي فاطمة هذا اسمه منطقة برز برجة بعد جموم هذا هي هجاج من هنا يجي هنا اول اول وقف هنا يجي هنا يستعملوا مكة يروح المدينة وقفوا هنا شوية بعدين يدوهم زمزم يدوهم حاجة كذا المدينة سفر مدينة طار الملك عبد العزيز 48 كيلو 48 كيلو يعني اقل من نص ساعة ان شاء الله ان شاء الله مدينة ايوه صح كده على طول
الجمال يعني شوف شوف جمل شوف جمل في جمل واحد أبيض. أي 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 شاف. الجمال حصلها كلها أبيض حليب شوف حليب أبيض. أيوه. حليب جمل. أنت ما طعمت إزاي؟ لسه. ليه ما طعمت؟ بعدين إن شاء الله. هذا خط يودي مكة. هذا يودي مكة. يجي من المطار يودي مكة. سلاش. نعم. هذا خط يودي مكة على طول. يودي مكة على طول هذا كبري هذا. المطار يجيك كده على طول على مكة. أوه ما شاء الله. يمشي 140 يقول. 140. 140 مشي. ما شاء الله. على مكة على طول ما في إشارة ولا شيء. ما شاء الله. من المطار على طول على مكة. ما شاء الله. لازم تسعى أنا أكون في المطار. شالوها ودوها ورا بعيد. شفت كيف اسمها؟ ودوها ورا بعيد هناك. شفت كيف؟ الحين الحين قربنا خلاص عند الاخ الحين عند البيوت هذا ونلف يمين. سالفه البث هذيك المطار على طول. ما ترى على ان شاء الله قريب المطار قريب بيني وبين ريمان يعني شيء بسيط. اللهم صل على سيدنا محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد.
تسكن الحرم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا للصالحين ما شاء الله. هذا محل بنزين يا كل محل بنزين كل سيارة كثير ده شوف سيارة وايد كثير شوف كثير وايد بنزين كل كل بنزين ياخذ ما شاء الله قدام ممكن قدام ايوه هذا ودي على بعيد والله لو رحت منها في شيء الله ايوه في لفه في لفه ثانيه لفه ثانيه في لفه ثانيه من تحت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على مية بس ماشي مية ماشي مية يا الله ماشي مية ما نبي عدد مية من خايف من الخط هذا ما عند بندي عن خط يجي كم مية مية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا مين اكسيد اللهم صل على سيدنا محمد
Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Allah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Innaka hamidun majid. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صليت على آل إبراهيم إنك حميد. على سيدنا إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد. على سيدنا محمد على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد. اللهم صل على سيدنا
أول كنا نمشي على طول فيه هندي عاد نسوي له هذه الخلوف. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا. بعدين نخرج من هنا سهل. أوه يا إيشا خروج من هنا على خروج طيب 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 belum ke sananya luasnya. Ini exit, tempat exit ya, tempatnya keluar, tempat keluar bandara. Oke teman-teman, itulah review perjalanan ke bandaranya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman lainnya seperti grup Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.